نروح لأخبار نادي الزمالك. وباسم مرسي مهاجم نادي الزمالك رفض كل العروض المحلية اللي جات له في الفترة الأخيرة عشان يحصلوا على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير اللي جاي. باسم متمسك إن هو يفضل جوه نادي الزمالك بسبب رغبته في الرجوع مرة تانية لمستواه اللي معروف عنه، ويكون متواجد في التشكيل الأساسي للفريق عشان يكون عنده برضه فرصة إنه ينضم للمنتخب الوطني ويشارك في كأس العالم روسيا 2018. كمان إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قربت إن هي تنهي صفقة اللاعب عمر السعيد مهاجم الإنتاج الحربي ويضم له صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية، خصوصا طبعا إن إدارة الإنتاج الحربي هتقدر إنها تستفيد ماديا من بيع اللاعب لنادي الزمالك في يناير، لأن عقده مع الفريق هينتهي في نهاية الموسم الحالي، وبعد كده هيحق ليه إن هو ينتقل لأي فريق بعد نهاية الموسم من غير طبعا ما ياخدوا منه أي استفادة مادية لنادي الإنتاج الحربي. نادي الزمالك ان هو يقنع عمر السعيد ان هو ينضم للفريق في يناير اللي جاي، ومش فاضل بس غير الدخول في مفاوضات رسميه مع اداره الانتاج الحربي عشان يقدروا يتفقوا على المقابل المادي نظير انهاء الصفقه. نروح لمحمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط نادي الزمالك واللي تراجع عن فكره الرحيل عن الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه بعد ما نيبوشا نفذ وعوده بمشاركه دونجا في التشكيل الاساسي للفريق قصاد حرس الحدود في كاس مصر واللي فاز فيها طبعا نادي الزمالك بثلاث اهداف نظيفه. دونجا قفل ملف الرحيل عن نادي الزمالك نهائيا برغم ان هو جاي له عروض كتير في الفتره اللي فاتت، ابرزها كان رغبه طبعا نادي مصر المقاصه في رجوعه للفريق مره ثانيه، ودونجا دلوقتي بيامل ان هو يستمر في وجوده في التشكيل الأساسي لنادي الزمالك خلال المباريات اللي جاية، خصوصا طبعا بعد ظهوره بشكل كويس جدا خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة. ومع المونتناجر نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك واللي عمل جلسه سريعه مع محمد مجدي مدافع الفريق بعد انتهاء التدريب امبارح ضمن استعدادات نادي الزمالك لمواجهه الاسماعيلي في الاسبوع ال13 من الدوري الممتاز. نيبوشا ادى لمحمد مجدي بعض التعليمات الفنيه عشان ينفذها في الفتره اللي جايه، وكمان شرح للاعب بعض الامور والاخطاء الفنيه واللي كان بيقع فيها وطلب منه ان هو يصححها وما يكررهاش تاني، كمان طلبه ان هو لازم يركز جدا خلال الفتره اللي جايه عشان يقدر يعتمد عليه خلال المباريات اللي جايه للفريق.